أصدقائي مرحبا، كيفكم؟ معكم محمد زعرب، واليوم رح نشرح مع بعض 30 سؤال مهمين كتير وبيتكرروا كتير بالاختبار. أول سؤال عندي بيقول لي: تقود في طريق ذو اتجاه واحد، ما هي الشاخصة التي تكون موجودة في نهاية الطريق لمن يرغبون الدخول فيه؟ سؤال كتير مهم وواضح، بما أنه بيقول لي تقود في طريق اتجاه واحد، أصبح الطريق فقط إلي أنا يلي رايح، ما رح ألاقي سيارات مقابلة في الشارع. طيب، بما انه ما راح الاقي سيارات مقابله، شو الشيء اللي راح يمنع السيارات اللي جايه من الاتجاه المقابل انها تفوت في هذا الشارع؟ بيكون في شاخصه اللي هي بتمنعهم من الدخول فيه، وبالتالي بتكون الشاخصه اللي هو سي، بتكون موجوده على نهايه الطريق، بتمنع السيارات يفوتوا، لكن انا مسموح لي اطلع من خلفها. ما هو الضوء الذي يمنع القياده به لوحده؟ قلنا الضوء الوحيد اللي ممنوع انا اسوق فيه لحاله هو ضوء التوقف. ليش؟ لأنه ضوء التوقف أنا بستخدمه لما بوقف بمكان سيء الإنارة، بدي أنتظر صديق أو أحمل البضاعة أو كتبديل إطار، أو إذا بدي أبدل إطار السيارة إذا صار في شيء خلل. ماذا تعني هذه اللمبة في حال أضاءت في تابلو السيارة؟ معناها إذا، أولا شوفوا، إذا أضاءت وأنا ماشي بالسيارة معناته في عطل في الفرامل، وإذا أضاءت وأنا واقف معناها بكون أنا نسيت فرامل إيد مرفوعة. السيارة التي أمامك تقود بسرعة الطريق، ما هي مسافة الأمان الواجب عليك تركها بينك وبينها؟ هنا دائما مسافة الأمان اللي لازم نتركها بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حسب سرعة الطريق. يعني في الصيف في جو منيح في شارع مثل اللي في الصورة قدامنا، إذا كانت سرعة الطريق 90 بنترك 90 متر، إذا كانت سرعة الطريق 100 كيلو متر في الساعة بنترك 100 متر بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. لكن في يوم ثلجي أو ماطر نترك الضعف، يعني لو كانت سرعة الطريق 90 نترك 200، 180 200، لو كانت سرعة الطريق 100 نترك 200. بما إنه الشارع قدامنا اللي هو واضح، وغير هيك إنه مو طريق ثلجي أو شيء، يعني في يوم حلو نترك فقط 90 متر حسب سرعة الطريق. ما هي فائدة الفيوزات في السيارة؟ الفيوزات فائدتهم حماية الأسلاك الكهربائية من التماس الكهربائي، بيحموا الأسلاك الكهربائية تبع السيارة من التماس الكهربائي. في حال اتفق عدة أشخاص على ركوب سيارة واحدة بدلا من عدة سيارات، هل يؤثر ذلك على حوادث السير؟ طبعا نعم، إذا 5 أشخاص اتفقوا انهم يركبوا سيارة واحدة احسن ما كل واحد يسوق لحاله سيارته، تقل حوادث السير. ليش؟ لانه تقل السيارات وبالتالي راح تقل حوادث السير. قمت بطريق الخطأ، دعس واسقاط شاخصة، ماذا يجب ان تفعل؟ اذا انا دعست شاخصة بالخطأ او ضربتها وانا برجع للخلف، اول شيء بفكر فيه احاول تصحيح الشاخص اذا استطعت، يعني بحاول اجلس الشاخص، بحاول اوقفه مكانه، وإذا طلع بإيدي وزبطته خلاص ما في داعي أسوي شيء، فيني أمشي، لكن لو ما قدرت لازم أتصل بالشرطة وأخبرهم بهذا الشيء. عند أي من الشواخص التالية تستطيع القيادة بسرعة أقصاها 110 كيلو متر في الساعة؟ عند الشاخصتين. ليش؟ لأنه قلنا الشاخصة بي إذا شفناها لحالها مسموح لنا أقصى سرعة عندها 110، وهاي لأنه في سرعة لوحة سرعة اللي هي 110، أصبح في عند الشاخصتين نقدر نسوق 110. تقود سيارتك وتجر خلفك عربة بحمولة ثقيلة والطريق يصعد إلى تلة، في أي مسار ستقود سيارتك؟ في المسار الأيمن، دائما في المسار الأيمن. لماذا في بعض الأوقات يتم رش الملح حتى في حال عدم وجود عاصفة ثلجية؟ في بعض الأحيان بنلاحظ أن سيارات أو شاحنات الثلج بتطلع، عفوا الملح، بتطلع بترش الملح في الشارع وما بيكون في ثلج في الشارع، وهذا لأنه بيكون المؤشرات اللي هي الجوية عندهم تشير لقدوم عاصفة ثلجية، فبيطلعوا بيرشوا الملح قبل ما ينزل الثلج. من سيقود أولا في التقاطع؟ التقاطع خالي من رجل الشرطي، إشارة المرور وشواخص المرور، وبالتالي لازم نطبق قانون اليمين، أصبح أول شيء بتمشي السيارة السوداء لأنها على يميني، بعدين بمشي أنا، وبعدين السيارة البيضاء. الإشارة الضوئية تضيء بالضوء الأحمر المتقطع، هل يسمح لك العبور هنا؟ في عندي هان اللي هو تقاطع سكة القطار، وضوء الإشارة الضوئية للقطار أحمر متقطع، وهذا يعني أنه أنا ممنوع أعبر، يبقى هل يسمح لك العبور هنا؟ كلا. ليش؟ لأنه الضوء أحمر، ممنوع العبور.
هل يمكنك التجاوز هنا؟ نفس الصورة ولكن سؤال ثاني، هل يمكنك التجاوز هنا؟ كلا، كمان مش مسموح لي، لا التجاوز ولا العبور مسموح لي لما تكون الإشارة حمراء. إذا كنت مشتركا بحادث مروري، هل يجب عليك إعطاء اسمك وعنوانك لأحد المشتركين في الحادث إذا طلب منك ذلك؟ طبعا لازم، نعم دائما لازم، إذا صار معك حادث لازم تعطي اسمك وعنوانك للأشخاص المشتركين معك بالحادث. ما هو الوصف الصحيح لتلك الشواخص؟ ركزوا معي كثير منيح. أولا، في كثير ناس متخربطة بهذا الشواخص، لهيك راح أشرحها شرح بسيط. في عندي رقم فوق مكتوب 200 وفي رقم تحت مكتوب 700. أول شيء بدكم تعرفوه أنه 700 متر هي طول المنعطفات كلها، يعني من البداية من هان للنهاية لهان، هاي 700 متر. طيب وال200 هي طول أول منعطف، طول أول منعطف، أصبح ال200 هاي أخذوها من 700. كيف يعني؟ تعالوا نشوف. بدي أقول له احذر، أمامك عدة منعطفات، أول منعطف باتجاه اليمين بعد 200 متر اللي هي فوق، هي طول أول منعطف، أول منعطف لليمين بعد 200 متر، وبعد هيك لمسافة 500 متر. ليش 500 متر؟ لأنه المنعطفات كلها طولها 700 متر، وال200 متر هاي تبع المنعطف الأول هي من 700 متر. ركزوا منيح فيها كتير، واللي بيستصعبها يرجع يعيد الفيديو ويشوف الشرح منيح. ماذا يسري في هذه الحالة؟ التقاطع خالي من كل شيء، وبالتالي أنا أقود قبل السيارة السوداء حسب قانون اليمين. متى يجب عليك ترك الأولوية للقادم من اليمين حتى في حال أنك تقود في طريق رئيسي؟ إحنا بنعرف طالما أنا بسوق في طريق رئيسي الأولوية إلي، لكن لو كنت أنا ماشي في طريق رئيسي واللي جاي من يميني جاي من طريق رئيسي، لازم أعطيه الأولوية لأنه هو على يميني وفي طريق رئيسي. هاي الحالة الوحيدة اللي أنا بعطي فيها الأولوية لما أنا أكون في طريق رئيسي. عند أي من الشواخص التالية تستطيع قيادة شاحنة ثقيلة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة؟ عند الشخصين. ليش؟ لأنه الشاحنة الثقيلة سرعتها في الأوتوستراد اللي هو سرعته 110 90 كيلومتر في الساعة، وعندها 110 يبقى لازم تمشي 90، وهاي قلنا مسموح لي كحد أقصى كسرعة قصوى 110، وبالتالي كمان الشاحنة الثقيلة بتسوقها 90. ماذا يوجد في البطارية عدا الماء المقطر؟ شو بيكون موجود في البطارية غير الماء المقطر؟ بيكون حامض الكبريت. حامض الكبريت، لو جانا سؤال وقال لي ماذا يوضع في البطارية، بقول له حامض الكبريت زائد ماء مقطر. لو قال لي نقص السائل، شو انت كسائق بتعبي لها، بقول له فقط ماء مقطر، لانه مش من صلاحيتي احط حامض الكبريت، باخذها على الورشة وهم بيحطوا لها حامض الكبريت. هل من الجيد للبيئة تلميع سيارتك بالشمع؟ طيب الشمع شو هو؟ الشمع بيعملوه بورشات اللي هو غسيل السيارات، مادة بحطوها على السيارة من برا بيعملوها للسيارة، السيارة بتصير ناعمة كتير وبتلمع، وبالتالي الأوساخ والأتربة لما تيجي على السيارة وهي ماشية بتنزل لحالها، وبهيك أنا بكون مش محتاج أغسل سيارتي كتير. أصبح هل من الجيد للبيئة تلميع سيارتك بالشمع؟ بقول له نعم، لأنني لن أحتاج لغسلها كثيرا. اكتشفت انخفاض سائل الفرامل، ما هو السبب الأكثر احتمالا لهذا؟ إذا أنا اكتشفت أنه سائل الفرامل انخفض، شو السبب؟ طبعا احنا بنعرف انه سائل الفرامل المفروض ما ينخفض، تمام، هو كل سنتين تقريبا احنا بنروح بنبدله، بعد ما يفقد لزوجته ببطل هو فعال، وبالتالي احنا لازم نبدله، يعني هو ما لازم ينقص، واذا نقص معناته في مشكلة. طيب شو هي المشكلة اللي ممكن تكون؟ قد تكون احد الانابيب معطلة وتسرب الزيت. قد تكون احد الانابيب معطلة وتسرب الزيت. ما هي الطريقة الصحيحة في حال تنوي الاستدارة في التقاطع والرجوع إلى نفس الشارع؟ أنا الفاحص أخذني على هيك تقاطع حرف T وقال لي فوت التقاطع لف وارجع من نفس الشارع، شو بساوي؟ بقدم في التقاطع بروح لليسار، بعدين برجع للخلف، بعدين برجع بفوت بالشارع اللي أنا كنت فيه. إذا حدا بده يشوف هذا السؤال كيف بنعمله، بيفوت على قناة اليوتيوب وبيشوف اللي فيديو المكتوب عليه الاستدارة على شكل حرف T. لماذا لا يتم استخدام الرمل بدلا من الملح في الجليد؟ ليش ما بيستخدموا الرمل بدل الملح في الجليد؟ يعني ليش ما بيطلع يرش الرمل بدل الملح؟ لأنه الرمل يفقد فعاليته بسرعة، يعني خلال نص ساعة ممكن الرمل يصير ما له أهمية ولا له فائدة أبدا، وبالتالي عشان هيك ما بيستخدموا
الرمل بدال الملح. الملح فعاليته بتطول كتير، بينما الرمل فعاليته قصيرة جدا، لأن الرمل يفقد فعاليته بسرعة. مصطلح الحمولة المسموحة، ماذا يدخل ضمن هذه الحمولة؟ الحمولة المسموحة يعني الحمولة القصوى اللي مسموح لي أنا أحملها في السيارة. طبعا احنا قلنا هاي ركاب وأمتعة، ركاب وأمتعة، ما بنقدر نختار السائق. ليش؟ لأنه السائق من ضمن الوزن، وزن الخدمة الفعلية، من ضمن وزن السيارة. الحمولة المسموحة اللي هي الحمولة القصوى، ركاب وأمتعة. ما هو الطول المسموح فيه للعربة مع أقصى حمولة؟ لما أنا أحمل على سيارتي شيء للأمام وللخلف مسموح لي 24 متر، لكن العرض 260 سنتي فقط. تنوي الانعطاف نحو اليسار في التقاطع، ماذا يسري؟ قدامي تقاطع في سيارتين، واحدة من اليمين وواحدة من اليسار، والتقاطع خالي من كل شيء، وبالتالي لازم نطبق قانون اليمين. أصبح أول سيارة بتمشي اللي على يميني، بعدين أنا، بعدين اللي على يساري، حسب قانون اليمين. ما هو الهدف من الانعطافات الإسبانية؟ طبعا المنعطف الإسباني اللي هو قدامنا هذا في الصورة سمي بالمنعطف الإسباني لأنه أول من اكتشفوه هم الأسبان. ليش اكتشفوه؟ لتسهيل انعطاف كافة حركة المرور لليسار. لتسهيل انعطاف كافة حركة المرور لليسار. تقود سيارة أوتوماتيك وتعطلت منك فجأة فوق سكة القطار، ماذا تفعل؟ عم تسوق سيارة أوتوماتيك وتعطلت منك فوق سكة القطار، شو بتساوي؟ بقول له أضعها على الغيار الحر وأحاول دفعها. بحطها على الإن، يعني بفضي الغيار، بصير السيارة ما فيها غيار، بحاول أدفشها. قام أحدهم بصف سيارته في منطقة التقابل في جهتك، كيف تتصرف؟ شو هي منطقة التقابل؟ اللي هي بتكون مكتوب عليها، موجودة عندها شاخصة زرقاء وعليها حرف الإن، اللي هي منطقة التقابل، الذي يصل أولا يقف على اليمين أولا. لو أنا كنت ماشي ولقيت في واحد واقف، هو ممنوع الوقوف والتوقف فيها، لكن لقيت شخص بسيارته واقف فيها، لما وصلت كان في سيارة جاية من الجهة المقابلة، شو لازم أساوي؟ بقول له يجب علي إعطاء الأولوية للقادم من الجهة المقابلة، لازم أدبر حالي وأوقف وأترك له المجال للسيارة القادمة. ما هو الوصف الصحيح لتلك الشاخصة؟ كمان مرة تعالوا نشوف. 0.4 يعني 400 متر، 2.0 يعني 2000 متر، 2 كيلو. طيب احنا اتفقنا انه ال 2 كيلو اللي تحت هاي هو طول المنعطفات كلها من البدايه من هان للنهايه، و0.4 اللي هو 400 متر طول اول منعطف. طيب اصبح شو بصير معناته الشواخص؟ احضر امامك عده منعطفات، اول منعطف باتجاه اليسار، باتجاه اليسار بعد 400 متر اللي هو اول منعطف فوق بعد 400 متر، وبعد هيك في منعطفات لمسافة بروح بخصم اللي هي ال 400 من ال 2000 لمسافة 1600 متر. يعني احضر أمامك عدة منعطفات، أول منعطف بعد 400 متر على اليسار، وبعد ذلك لمسافة 1600 متر. لا تنسوا دائما تخصموا اللي هو المسافة اللي فوق من المسافة اللي تحت، اللي هي المسافة الكلية للمنعطفات. كالعادة لا تنسونا من دعواتكم.